بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد عيلة الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال وعاملات فندق سوفيتيل أكادير وايل باي ريزورت بأكادير. صراحة أود أن أوجه لكم الشكر الجزيل على هذه التغطية وعلى هذا التواجد الإعلامي من أجل إبراز قضية عمال وعاملات فندق سوفيتيل أكادير وايل باي ريزورت. صراحة هناك مجموعة من الأمور والغموض يلف هذا الملف، في حين أنه هناك تساؤلات لعدد كبير من العمال والعاملات الذين وجدوا أنفسهم خارج العمل مطرودين بشكل تعسفي. خدنا مجموعة من المفاوضات، لكن للأسف الطرف المعني بالأمر الشركة المسيرة لفندق سوفيتيل أكادير وايل باي ريزورت أجهزت على جميع الاتفاقيات والحقوق، في حين أنه هؤلاء العمال يعني لم يستفيدوا لحد الآن من التعويض عن فقدان الشغل. هذا التعويض الذي تمنحه يعني يمنحه صندوق الضمان الاجتماعي للعمال، فهم محرومون من هذه الاستفادة، وهذا في حد ذاته يعني تطاول أو تجاوز خطير على إحدى المكتسبات الحقوقية للعمال. هناك مجموعة من التساؤلات، لماذا يتم استثناء هذه الفئة بالذات من الاستفادة في حين أن استوفوا جميع الشروط، وهناك يعني محاضر في هذا الصدد وما يثبت ما يفيد، في حين أنه تتم الاستفادة من البعض يأخذ والبعض لا. يعني هل هذا يعني جزاء هؤلاء العمال الذين أفنوا سنوات عظام من أجل إبراز المؤسسة ومن أجل يعني هناك ليست نرى بأن ليست هناك حماية اجتماعية ولا حماية قانونية في هذا الصدد؟ هذا نحن ندين هذا التصرف، وهنا نوجه يعني عناية المسؤولين من أجل الالتفات لهذا الملف الحقوقي لعمال وعاملات فندق سوفيتيل أكادير وايل باي ريزورت، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تنحيي جميع الإخوان والأخوات على ود هذه التغطية الإعلامية ديالكم. من هذا الباب هذا تنبغي نشير لواحد النقطة، بأننا الموضوع ديالنا احنا شغيلة سوفيتيل أكادير وايل باي ريزورت اللي قلت قضية متداولة وطنيا. احنا تعرضنا لواحد طرد جماعي تعسفي نهاية شهر 6 الماضي، ولحد الساعة مازال كنطرحوا واحد السؤال اللي هو تطرح راسه بصيغة أخرى، علاش احنا مهمشين وعلاش احنا ما عندناش الحق في التعويضات عن فقدان الشغل؟ احنا مطرودين بوثائق اللي تثبت باننا مطرودين، المدير ديال المؤسسه طردنا جماعه وخرجونا، ومن ذاك النهار ما خدامين ما ردامين ما واكلين ما شاربين. والتعويضات اللي صاحب الجلاله سيدنا سيدي محمد الله ينصره خلال الخطاب الاخير اشار لها، التعويضات عن فقدان الشغل، علاش احنا ما نستفدوش من غير بعض الاخوان اللي هما في نفس السياق ونفس النزاع، هما استفدوا وحنا ما نستفدوش. شكرا.